تكلم بلدي عشان الورد البلدي أعرف تتكلم بلدي عشان الورد البلدي وتعيش الحلم العصري يبقى انت اكيد المصري. طبعا الشديد بعد مره بعد مره بالعربي تنادي بسم الله وباسم بلادي تعرف بالعربي تنادي بسم الله وباسم بلادي صوتك في العالم يسري انت اكيد المصري المصري. اغنيه للاستاذ لطيفه لطيفه والحان مايسترو الجيل وواحد من عمالقه المايستروهات اللي في الوطن العربي الاستاذ عمر خيرت استاذي وواحد من عربيني بالمناسبه بنحيي له عمر خيرت بنحيي كمان بنحيي النجمه لطيفه باين عليك ما انا كده لطيفه شو القصه عم غنيك انت ما بتعرف اي طبقه شو مشكلجي انت مش معقول شو بتحب عم غني للطيفه بس فاسرين بالعكس غنيت معه بس هذا الكلام اللي حفظته غنيت معه بعدين الطبقه اسم الله المايسترو الطبقه اللي دغري وين بدك ياني اطلع معه؟ في شيء انت ولطيفه من مسرحيه لمسرحيه ما عم بفهم اللي عرفنا انا ما في شيء كيفيك كيفيش خلص كيفيك ما في شيء بالعكس خليني شان صاحي 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 شكرا بالعكس ليه بده يكون في شيء يعني ما في شيء ابدا بالعكس انت عايز جنازه يعني تسمع فيها لطمه لا لا تعرف ممكن تكوني انت لاقول لك شو هو عم بيحاول يعمل والله مش عم بحاول عم بقول انه غنيتي كل الاغاني هاي الغنيه ما غنيتيها بدي افهم الموضوع انا يعني ايوه دي على فكره عايز كنترول عيدوا التسجيل ليشوفوا اذا غنيت ولا لا الاغنيه دي تحديدا الاغنيه دي تحديدا اتغنت في فيلم للاستاذ يوسف شاهين نعم مع السيده كانت الاستاذ لطيفه الاستاذ يوسف شاهين استاذنا تمام الحمد لله ولي فيلم في عرض فوضى ربنا يديله الصحه ويخليه لينا يعني الله يطول وهي يعني هي مش اغنيه من هي غنتها السيده لطيفه كممثله صحيح في الفيلم صحيح. وانا بحبها جدا الاغنيه دي يعني بحب الاغنيه دي بحب موسيقى الاغنيه دي بحب الفيلم ده جدا من بعد لطيفه بتكوني ممكن انت بالصف مع زياد الرحديني ما حبيت كيف قلت الجملة صح بمعنى بمعنى تكوني انت كمان مع زياد الرحبة خليني اعيد خليني اعيد صوغ الجملة من بعد لطيفة التونسية عبد اللطيف سليمة حمدان من الزميلة نادين عم تقول انه ايه من بعد لطيفة ممكن تكوني بعمل مع زياد الرحباني هيدا السؤال كان اكيد من اكيد يعني حبري. زياد الرحباني من الأشخاص اللي من أنا وصغيرة بحلم إني غني ألحان وأغني أغاني شو حبيتي أغاني لطيفة ل عمر لي بيت حلوة كتير إيه؟ عمر لي بيت مطرح منك ساكن مطرح منك ساكن وبعد شو كمان كذا أغنية لقول لك شو هني كاسات عندي إياها بالبيت يعني السيدة بسمعه مش كأنا تسألنا على الأغاني سألتني عن لازم غير نظام اللي هي غنية لإلي وأنت أحفظ كلمتين جيت بس أنا ظلمتك يا عمي طالع ظلمت سديدي بيتك وحفظت ال لا فعلا على فكرة ألبوم كتير حبيته وعطيت هوية خاصة بصوتها لأغاني زياد هذا لقيته المميز لا فعلا أنا حواليا كتير لطيفة لطيفة كيف لا بس ده صعبة بقى أنت هتدخلني في متاهة وأنا راجل بتاع السينما خلينا في السينما طيب